مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحة نيوز، اهلا وسهلا بحضراتكم، احييكم وارحب بحضراتكم. معكم حاتم داوود مراسل موقع بصراحة نيوز من محافظة كفر الشيخ. النهاردة في كفر الشيخ قضت محكمة الجنايات الدائرة الاولى بمحافظة كفر الشيخ حكما على مدرس هتك عرض طفل. مدرس هتك عرض طفل، فقضت محكمة الجنايات النهاردة الحكم بالمؤبد غيابيا على مدرس هتك عرض طفل. قضت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى اليوم الخميس برئاسة المستشار شريف أورا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم وأحمد فتحي عبد العال وأمين السر محمد عبد الوهاب أبو طالب في القضية التي تحمل رقم 15229 لسنة 2022 جنح مركز كفر الشيخ والمقيدة برقم 609 لسنة 2022 والمتهم فيها المدعو ياسر بالسجن المؤبد وألزمته المصاريف ودفع مبلغ مالي يقدر بأربعين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض للحق المدني، كما ألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. طبعا القصة ترجع إلى سنة 2022، مدرس لقى طفل معدي نداه له تعالى، اغتصبه، خده في العربية بتاعته، اغتصبه وهتك عرضه، وبعد كده بدأ ان هو كل مرة يهدده ان انا هقول لأهلك ان انا هعمل كذا. كل مرة كرر العمل ده اكتر من مرة، فباشرت النيابة نيابة مركز كفر الشيخ في وقت سابق برئاسة المستشار يحيى السقعان رئيس نيابة المركز التحقيق في المحضر رقم 15229 لسنة 22 والمتهم فيها ياسر 48 عام ويعمل مدرس بالأزهر ومقيم في قرية الاتحاد التابعة لمركز كفر الشيخ بتهمة خطف طفل. طبعا هو وجه له تهمتين، تهمة ان هو خطف الطفل وان هو هتك عرض الطفل وان هو كمان هدد الطفل، كان معاه سكينة هدد الطفل ان هو لو اتكلم هيدبحه. المتهم فيها ياسر 48 سنة ويعمل مدرس بالأزهر ومقيم بقرية الاتحاد التابعة لمركز كفر الشيخ. المصيبة كمان ان هو مدرس ومدرس أزهري، والله ده لا ينتمي الى لزردية الشخصيات اللي بتسيء للدين وبتسيء لكل شيء. يعني لما يكون واحد ما عندوش ضمير ولا عنده دين الا ما رحم ربي، مش عاوز اقول ما عندوش دين، يعني الا ما رحم ربي، ويجي على طفل صغير يعمل معاه كده ويكرر العمل معاه ده كمان، يعني مش مره واحده، ده يكرر العمل ده اكتر من مره، وان هو كمان يهدده بالسكين عشان ان هو لو ما استجابش له. يعني انت بنت عملت كده مره، يعني خلى عندك حياء، خلى عندك دم. يعني يهدد الطفل بالسكينة ان هو لو ما عملش معاه كده تاني ان هو هيدبحه. ومقيم بقرية الاتحاد التابعة لدائرة مركز كفر الشيخ بتهمة خطف طفل بالإكراه. أمر المستشار سعود نجيب المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية والمستشار فاروق حسن أبو زهرة
وكيل الناهب العام قد اتهم ياسر 48 سنة مقيم بقرية الاتحاد مركز كفر الشيخ معلم بالأزهر بتهمة خطف بالإكراه بأن استوقفه نده للطفل وهو ماشي بالطريق العام شده غصب عنه مستغلا حداثة سن الطفل استغل أن الطفل صغير وهو شده غصب عنه بالإكراه شد الطفل غصب عنه عنوة مستقلا حداثة سنه لمكان ناء في منزله في السيارة بتاعته بإعداده إياه عن أعينه يعني هو خباه عن عين قرايبه أو مثلا علشان محدش يشوفه مهددا إياه بإزائه مستخدما سلاح أبيض سكين كان بحوزته محل الاتهام مدخلا إياه إلى المكان اللي هو عاوزه ده بالقوة يعني شد الطفل غصب عنه وبالقوة واغتصب الطفل زي ما قلت لحضراتكم هتك عرض الطفل. طبعا فيه ناس شهدوا تبين من شهادة لمياء 30 سنة فوجئت بالأهالي جايبين لها ابنها وبيقولوا لها ان تم الاعتداء على ابنك جنسيا وبسؤال نجلها سألت ابنها فعلا أقر بالكلام اللي حصل كلام والله الواحد يعني في حياة في قمة الحياة إن هو يقوله يعني ده واحد إيه ده في على فكرة يعني الراجل ده متزوج وعنده أولاد يعني لو ما انتش مستحي من ربنا يا أخي استحي من أولادك خاف على أولادك إن لم تستحي فاصنع ما شئت طفل تستغل إن هو طفل ومش عارف حاجة وتعمل فيه كده وكمان عاوز تعمل اكتر من مرة يعني هو عمل اول مرة والموضوع عدى جي بعد كده تاني بيهدده ان هو معاه سكينة ان انت لو ما استجبتش ليا انا هدبحك يعني ربنا يطلعنا من الدنيا على خير فعلا الناس بقت سائد اخلاقها الا ما رحم ربي ربنا يا ربي يطلعنا من الدنيا سالمين غانمين اللهم امين يا رب العالمين. زي ما قلت لحضراتكم اللي ما كانش حاضر معانا من الأول إن قضت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى اليوم الخميس برئاسة المستشار شريف أورا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم وأحمد فتحي عبد العال وأمين السر محمد عبد الوهاب أبو طالب في القضية التي تحمل رقم 15229 لسنة 2022 جنح مركز كفر الشيخ والمقيدة برقم 609 لسنة 2022 المتهم فيها المدعو ياسر بالسجن المؤبد وألزمته غيابيا وألزمته المصاريف ودفع مبلغ مالي يقدر بأربعين ألف واحد على سبيل التعويض بالحق المدني كما ألزمته مصاريف الدعوة المدنية ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. كانت قد باشرت نيابة مركز كفر الشيخ في وقت سابق برئاسة المستشار يحيى السعان رئيس نيابة المركز التحقيق في المحضر 15229 لسنة 22 والمتهم فيها ياسر 48 سنة ويعمل مدرس بالأزهر ومقيم بقرية الاتحاد التابعة لدائرة مركز كفر الشيخ بتهمة خطف طفل بالإكراه و أمر المستشار سعود نجيب المحامي العام للنيابات كفر الشيخ الكلية والمستشار فاروق حسن أبو زهرة وكيل الناهب العام قد اتهمت ياسر زي ما قلت لحضراتكم 48 سنة مقيم بقرية الاتحاد مركز كفر الشيخ بتهمة خطف بالإكراه بأن استوقف الطفل أثناء مروره حال سيره بالطريق العام جاذبا إياه عنوة عنه مستغلا حداثة الطفل لمكان نائم بمنزله وسيارته بإعداد إياه عن أعين زويه على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى يعني الجناية دي جنايتين وإنه كان في ذات المكان والزمان سالف الذكر هتك عرض المجني عليه والذي لم يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة بالقوة بأن جذبه عنوة مهددا إياه بإيذائه مستخدما سكين.
يعني هو خطف الطفل وهدده كمان، يعني جريمة خطف وجريمة هتك عرض وتعديد وتهديد، ان هو رفع عليه السكينة وهدده ان هو لو ما استجابش معاه هيقطع رقبته وهيذبحه. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يسترنا واياكم في الدنيا والاخرة، وان يخرجنا واياكم من الدنيا سالمين غانمين، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يا رب يهدي شبابنا وفتياتنا، اللهم امين يا رب العالمين. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، كان معكم حاتم داود مراسل الموقع من محافظة كفر الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في حفظ الله ورعايته.